طير جبريل وكلم قلبة تولى الطاهرة عليها سلم فيك ابن الله يجعل سكنه منك يظهر الابن الأطهر يطوبك الخلق يا أم الله والعلو والعمق كل الأفواه هاليلويا نشد الشكر. ملكوش ما يونو حصولا خلدا احطينا له آنو هن قابل قربونو خون اترحم علينا باصلوتو. هلا معكم اخوتي، نحن اليوم باحد بشارة امنا مريم العذراء بهالزمن يلي هو زمن المجيء تحضير لعيد التجسد ولادة إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، مع الكنيسة يلي بهالمرحلة عم تعيش التحضير للسينودوس، حتى كلنا سوا نتشارك بمعنى السينودوس يلي هو شركة مشاركة ورسالة، حتى كل واحد منا ياخد دوره. منصلي مع أمنا الكنيسة ونستلهم الروح القدس حتى يلهمنا ويلهم كل المسؤولين من أجل توبة حقيقية، حتى حقيقة نفوسنا تصير حاضرة لاستقبال الطفل الإله، كما وأنه نذكر اليوم بقداسنا المرحوم وجيه سعيد النشار. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. يا ابن الآب السماوي، يا من حسن في عينيك أن تكون ابن مريم البتول، فأقبل جبرائيل رئيس الملائكة مبشراً حاملا سلام الآب إلى المباركة بين النساء، أعدنا لاستقبال ميلادك المجيد بالفرح والابتهاج، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. السلام للبيعة ولبنيها، المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر. برخمو ربون لنرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الآب الذي أرسل إلى الناصر جبرائيل مبشرا، وإلى الإبن الذي حل في مريم فصار هو البشرى، وإلى الروح الذي قدس البتول وتمم السر العجيب. برخمو المجد لك أيها السامي، يا من شئت أن تسكن مع بني البشر، أنت القوة التي حلت في البتول الطاهرة فظهرت منها إلها متجسدا، لذلك نهتف اليوم قائلين
طوبى لك يا مريم، لأن ابن الله اختارك له أما. طوبى لك لأنك عتقت آدم أباك، طوبى لك لأنك مجد الشعوب وفخر الأجيال. والآن نسألك يا كلمة الله على عطر هذا البخور، امنحنا برحمتك غفران الذنوب ومواهب الروح. هب الرعايا أمانا والأديار سلاما، والكهنة وقارا والشمامسة نقاء، والشيوخ جلالا، وامنح الوالدين كرما، والشبان عفة، والأطفال تربية، قدس الرهبان والراهبات، انشر الحق والمحبة في كل الأقطار، وارح الموت في ملكوتك الأبدي برخمور أبو. فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. اليوم تفرح الأقطار يا ابن الله في بشراك، والبيعة مع شوق الأبرار لا تنفك عن نجواك. اليوم رسول الآب جاء حاملا بشرى، فادي الكون والأحقاب حل في حضن العذراء، موحي آدم التورى. يفرح اليوم أشعيا يشدو المجد والترنيم، إذ تمت نبوءاته في سر الإبن العظيم. العذراء تحمل تلد عمانوئيل، وهو الله معنا حل حقا بيننا، باق جيلا بعد جيل. الروح القدس يا مريم يأتي يسكن فيك، قدرة القدوس الأعظم تحميك وتغنيك، فابنك الطفل المولود وارث عرش داود، مالك على يعقوب ملكا حده الخلود، تشدوه كل الشعوب. أيتها البتول الطاهرة التي عطرت العالم برائحة المسيح الطيبة، أنت الغمامة التي سكبت الندى على المسكونة، ابتهلي معنا إلى وحيدك ليقبل بخورنا ويفيد علينا في ذكرى بشارتك نعمه السماوية، فنشكره أباه وروحه القدوس إلى الأبد. آمين. قديشات أهله قديشات، حيلتون قديشات لميوتون، اترحم علي. قديشات أهله قديشات، حيلتون قديشات لميوتون، اترحم علي. قديشات أهله قديشات، حيلتون قديشات لميوتون، اترحم علي. أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا
ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد. آمين. في بشراك الوديعة يا كلمة الآب فاضت أفراح البيعة سر جمع الأحباب. قد أرسلت جبرائيل يا كلمة الآب حاملا بشرى الإنجيل سر جمع الأحباب. قد أجابت البكر إني أمت الرب مني لله الشكر إنني طوع الحب. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل غلاطيا. وبارك يا سيد. المجد لربنا سيد بولس والرسل، والتحل بركة الله على القارئ وعلى السامعين والمشاركين معنا من الآن وإلى الأبد. يا إخوتي، كبشر أقول إن الوصية وإن كانت من إنسان إذا أقرت لا أحد يبطلها أو يزيد عليها. فالوعود قيلت لإبراهيم ولنسله، وما قيلت ولأنساله كأنه لكثيرين، بل ولنسلك كأنه لواحد وهو المسيح. فأقول هذا إن وصية سبق الله فأقرها لا تلغيها شريعة جاءت بعد 430 سنة فتبطل الوعد. وإذا كان الميراث من الشريعة فهو لم يعد من الوعد، والحال أن الله بوعد أنعم بالميراث على إبراهيم. إذن فلماذا الشريعة؟ إنها أضيفت بسبب المعاصي حتى مجيء النسل الذي جعل الوعد له، وقد أعلنها ملائكة على يد وسيط هو موسى، غير أن الواحد لا وسيط له والله واحد. إذن فهل تكون الشريعة ضد وعود الله؟ حاشا. فلو أعطيت شريعة قادرة أن تحيي لكان التبرير حقا بالشريعة، ولكن الكتاب حبس الكل تحت الخطيئة كيما بإيمان يسوع المسيح يعطى الوعد للذين يؤمنون. والتسبيح لله دائما. السلام عليك يا مملوءة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء. هللويا. أمام بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا يقدم البخور إلى مراحمك. يا رب نصلي. السلام لجميعكم ومع روحك. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم
فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. قال لوقا البشير في الشهر السادس بعد بشارة زكريا: أرسل الملاك جبرائيل من عند الله إلى مدينة في الجليل اسمها الناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم. ولما دخل الملاك إليها قال: السلام عليك يا مملوءة نعمة، الرب معك. فاضطربت مريم لكلامه وأخذت تفكر ما عسى أن يكون هذا السلام. فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك وجدت نعمة عند الله، وها أنت تحملين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، وهو يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله عرش داود أبيه، فيملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لا أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك، وقدرة العلي تظللك، ولذلك فالقدوس المولود منك يدعى ابن الله. وإن إليصابات نسيبتك قد حملت هي أيضا بابن في شيخوختها. وهذا هو الشهر السادس لتلك التي تدعى عاقرا، لأنه ليس على الله أمر مستحيل. فقالت مريم: ها أنا أمة الرب، فليكن لي بحسب قولك. وانصرف من عندها الملاك. حقا والأمان لجميعكم. للمسيح يسوع التسبيح والبركة، من أجل كلامه الحي لنا. للمسيح يسوع التسبيح والبركة. ها أنا أمة الرب، فليكن لي بحسب قولك. أخوتي، دخلت كنيستنا المارونية بعيش المرحلة التحضيرية للسينودوس. نحن اليوم عم نتأمل من خلال بشارة العذراء مريم بكيفية عيش هاي السينودوسية، يعني السير معا. بداية تحدثت المرحلة التحضيرية عن الشركة، المشاركة والرسالة. والعذراء اليوم ببداية زمن المجيء بتعلمنا بمثلا يلي عاشته، حتى نشوف شركة الثالوث الأقدس بتعكس نفسها بالحب يلي أعطته لمريم لتكون شريكة بشرية بعمل إلهي. أراد من خلال الثالوث أنه يتجلى بأرضنا، بأنه الإبن الوحيد، بأنه يلبس الإبن الوحيد إنسانيتنا بتجسده من مريم. وظهرت شراكة الثالوث مشاركة عاشتها مريم مع أقرب الناس لإلها بحملة البشرى السارة لإليصابات ولكل البشرية. رسالة وشهادة غيرت وجه الأرض بالتجسد والفدا. هالشي خلينا نفصل بالزمن، منقول قبل الميلاد وبعده، أي ظهور الشركة الإلهية ودورها بحياة أبناء الله. فيما يخص مريم، تظهر قدامنا عناصر اللقاء الإلهي البشري، وتخلل الحوار كان أصلاً موجود مع الكلمة الإله قبل ما يتجسد، لأنه مريم كانت عم تتأمل فيه بقلبها. هالشي خليها تدخل بحوار مع الحضور الإلهي المتمثل بالملاك حتى يبلغ ملؤه بقرار تمييز، بيحضر الروح القدس بكثافة. هالشي خلى مريم تكون أداة طيعة وهيكل لله بأخذ القرار وقت يلي بتقول: ها أنا أمة الرب، فليكن لي بحسب قولك. فانصرف من عندها الملاك، حتى نشوفها عم تروح بسرعة إلى عين كارم لتقوم برسالتها وتأدي شهادتها قدام الله والناس.
أما بما يخصنا أيها الإخوة، نحن كمان قدام مشهد البشارة حتى نمشي على خطى أمنا مريم وندخل بالشركة الإلهية بالحب ونجدد مفاعيل معموديتنا بتوبتنا الحقيقية لنصبح من خلال هالشي هياكل نقي لعمل الروح القدس، وبتصير علاقتنا بالله شراكة تدخلنا بمشاركة حقيقية مع يلي منلتقي فيهم حتى نعيش الرسالة الموكلة لألنا بحسب سر بنوتنا. وهيك كمان الشهادة من الله يلي بيقول لكل واحد منا بقلبه وبضميره: أنت هو ابن الحبيب، بك رضيت. خلينا أخوتي ندخل بحوار صادق مع الرب على مثال مريم بواسطة الروح القدس يلي نلناه، ونميز بحسب إلهاماته، وناخد القرار بقولنا: ها أنا عبدك وابن أمتك، لقد حللت قيودي فافعل بما تشاء، ولتكن حياتي مصدر تسبيح لك وأسير خلفك على طريقك، يا من أنت هو الطريق والحق والحياة. كلنا أخوتي بانتظار بشرى السلام بهالظروف الصعبة يلي عم نعيشها وانسداد الأفق على كافة الأصعدة البشرية، تتدخل السماء لتبشرنا بيلي جاي حامل معه رجاء جديد لأرض عم تعطي شوك وعوسج. العطايا الصالحة والمواهب الكاملة من الرب ولإله بحسب بولس الرسول، ولأن من آمن هنيئاً لإلنا. الله وحده القادر أنه يعطينا الطعام بوقته يلي بتحتاجه البشرية اليوم، أعطانا إياه الرب يسوع، وهو السلام يلي بزغ علينا من مغارة بيت لحم، محل ما رنمت الملائكة: المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام. سلام أخوتي هو يلي ما حدا بيقدر ينتزعه منا، سلام الأقوياء والأسلحة والمصالح المشتركة والخاصة، وإلى ما هنالك ما بيفيدنا بشي، لأنه سلام مؤقت وغير سليم وغير نظيف وما بيليق بأبناء الله يلي غسلوا وتطهروا بدم الحمل مثل ما بيقول سفر الرؤيا، وأصبحوا أنقياء، ونقاوتنا هي من الله، هو النقي الطاهر يلي ما في عيب. هالحمل يلي رفع عنا له المجد، وعلينا نعمته من الآن وإلى الأبد، آمين. نجدد إيماننا ونقول: نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموت والحياة الجديدة في الدهر الآتي، آمين. دحل تخمور ودبار وبزادي قوتخ آلفي آلوهن قبل قربون وخن ترحم عليهم باصلو
هللويا. قال الرب إنني الخبز المحيي لآتي من حضن الآب قوتا للعالم قابلاني حضن العذراء الأم الناطي العذراء مريم مثل حبات القمح في الأرض الخصبة صرت فوق المذباح قوتا للبيع هاليلويا وخبز حياة. أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس، أجزل عليهم بركاتك الروحية، وبدل عطاياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت. آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا رضا الله من آدم حتى اليوم، ولا سيما الطوباوية والدة الله مريم سيدة المعونات، ومار يوسف ومار مارون ومار شربل والقديسة رفقة والقديس نعم طلة والشهداء الطوباويين المسابكيين والطوباوي الأب يعقوب الكبوشي والأخ إصفان النعمي. اذكر اللهم آباءنا وأمهاتنا إخوتنا وأخواتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة. وجيه سعيد النشار، وعلى جميع النوايا التي في قلب كل منا. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. آمين. نمجدك يا من أشرق منها وبدد الغيوم بطبعه بدا ومشيئتيه وحيد الأقنوم لك ولوالدك وللروح القدس شكر محتوم ثلاثة أقانيم إله واحد ليس بمقصود. نافو الرسل 12. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الرب الآب الرحيم القدوس، يا من أعددت لنا هذه الوليمة الروحانية بواسطة ابنك الوحيد، اقبل قربان هذه الذبيحة غير الدموية وامنحنا موهبة روحك القدوس، واهلنا أن نعطي بعضنا بعضا السلام بقلب نقي ومحبة إلهية، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس أنا وإلى الأبد. آمين. سلام لك يا مذبح الله، سلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، سلام لكم يا إخوتي بالمسيح. يعطي كل واحد منا السلام قريبه بمحبة وآمنة ترضي الله. فليكن يا رب سلامك وأمانك وحبك الصادق ومراحمك الإلهية معنا وبيننا جميع أيام حياتنا، فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. نسجد أمامك يا رب ونبتهل إليك أن تنظر إلينا راحما فتؤهلنا للدنو من مذبحك الإلهي بنقاوة القلب وقداسة النفس والجسد، فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب
ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد ومع روحك، لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله، نشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب، حقا إنك قدوس يا الله الآب وواهب الحياة، ولك يجب المجد وبك يليق المديح، لأنك مبارك مع ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس. بك يحيط الكروبيم والسرافيم ويشدون مترنمين بأصوات نقية وألحان سماوية ممجدين هاتفين. قدوس قدوس قدوس، أنت الرب القوي إله الصباؤوت، السماء والأرض مملؤتان من مجدك العظيم. هوشعنا في العلا في العلا، هوشعنا في العلا. قدوس 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 أنت اللهم الآب المملوء مراحم، قدوس ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح، قدوس روحك المحيي، إنك القدوس واهب الخيرات. يا من لأجل خلاصنا تجسد ابنك الوحيد من البتول النقية مريم وبتدبيره الإلهي خلصنا وافتدانا. أحب معكم أخوتي نذكر الصبي يلي راحت ضحية أيام برسالتها نانسي ناجي فياض ببلاد الاغتراب بالسويد. أكيد نذكر روح الطاهرة وكل يلي عم يكونوا ضحية رسالتهم. الرب هو بيعزي أهلها ومحبينا على انتقالها بالرجاء المسيحي الحقيقي. بيوم هود أقدم حاشودي لمعبد حي، نساب اللحم بداو قديش طوب وبارخ قادش وقصو يا بالتلميداو كدومار ساب أخول منه كل فغرودي دحلوف يكون وحلوف ساقية ما تقسي وما تهب حصو يتحوب والحاية دل عالم علمي. خانوا عالكوس ودمزغوا من حمرو من مايو بارخ وقادش ويا بالتلميدا وكدومار سابشتا ومنه كل خون هونو دنيتا ودمو الديل دياتي قحداتو
تحلف فيكون وحلف ساجية ما تشهد وما تهاب حصايد حوبي والحاية ده العالم قلبي. كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تصنعون بذلك ذكري حتى مجيئي. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا. فلهذا نحن يا رب محب البشر نذكر تدبيرك ونبتهل إليك أن ترحم الساجدين لك وتخلص ميراثك يوم تظهر في آخر الزمان فتجازي بعدل كل إنسان حسب أعماله. وهي نبيعتك تضرع إليك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. أرهب ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلين خاشعين. ارحمنا يا رب ارحمنا وأرسل إلينا من سمائك روحك المحيي وليرف على هذا القربان ويجعله جسدا محيا ويسامحنا ويقدسنا. استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون. فيجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا لكي تكون لنا هذه الأسرار المقدسة لمغفرة الخطايا وشفاء النفس والجسد وتوطيد الضمير فلا يهلك أحد من شعبك المؤمن بل أهلنا أن نحيا بروحك ونسير بالنقاوة ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. نقدم لك يا رب هذه الذبيحة الإلهية من أجل كنيستك لا سيما من أجل آبائنا ورعاتنا مار فرانسيس بابا روما ومار بشارة بطرس بطريركنا الإنطاكي ومار بولس مطراننا وأبينا مارجيل وسائر الأساقفة المستقيمين الرأي لكيما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك. نسألك يا رب يا رب ارحم اذكر يا رب شعبك القائم أمامك لا سيما الذين قدموا هذه القرابين واغفر لهم ليحيوا دائما في حضرتك بغير لوم ويعرفوا ما تصبغ عليهم من الخير لأنك الصالح كثير النعمة. نسألك يا رب يا رب ارحم اذكر يا رب حكامنا والمسؤولين بيننا وفي العالم كله ليقيموا العدل ويحلوا السلام. نسألك يا رب يا رب ارحم واذكر يا رب الذين أرضوك منذ البدء لا سيما القديسة والدة الله مريم والأنبياء والرسل والشهداء والمعترفون ويوحنا المعمدان وأسطفانوس رئيس الشمامسة
أشركنا يا رب في صلواتهم، وأهلنا لنصيبهم، وهبنا أن نتنعم معهم في ملكوتك، نسألك يا رب. يا رب ارحم. أذكر يا رب الآباء والمعلمين المستقيمين الرأي الذين احتملوا الشدائد من أجل بيعتك وشعبك، وهبنا أن نقتفي آثارهم بصدق وأمانة، نسألك يا رب. يا رب ارحم. أذكر يا رب الموتى المؤمنين المنتقلين منا إليك الراقدين على رجائك، لا سيما المرحوم وجيه سعيد النشار والصبية نانسي ناجي فياض، مع جميع المنتظرين ذلك الصوت المحيي الذي سيدعوهم إلى الحياة. اقبل القرابين التي نقدمها لك عنهم وأرحهم في ملكوتك، لأن واحداً ظهر على الأرض بلا خطيئة وهو ربنا يسوع، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. أرح اللهم الموت واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك، مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس، الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد، أمين. سبحان الكلمة ابن الرحمة، قد أمسى جسما أضحى إنسان، قد سمعناه قد قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا، فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. أيها الرب الرؤوف، أهلنا نحن الضعفاء أن نصلي بنقاوة وقداسة ونهتف قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، أمين. أجل أيها الرب محب البشر، لا تهملنا لئلا تقوى علينا التجربة، بل خلصنا من الشرير ومن طرق الملتوية، لأن لك الملكوت ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد، آمين. السلام لجميعكم ومع روحك. نحن رؤوسكم أمام الله الرؤوف، وأمام مذبح الغافر، وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي من يتناوله، واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب شعبك المؤمن المنحني أمامك، أنقذنا من كل أذى، وأهلنا أن نشترك بنقاوة وقداسة في هذه الأسرار الإلهية، فنسامح بها ونتقدس ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد، آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر، مع
معكم يا إخوتي إلى الأبد، ومع روحك ينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع واليسال والرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاء والقداسة. أب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أيها الرب الإله، أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا، لك المجد إلى الأبد. سقيتنا يا محب البشر، ارحمنا. ارحمنا يا رب، يا حنون، يا رحوم، يا محب البشر، ارحمنا. أخوتي، رح نصلي مع بعضنا كل هالمرحلة التحضيرية للسينودوس، الصلاة يلي جعلت خصيصا حتى نقدر ندخل بروحانية السير معا. نحن عم نستلهم الروح القدس الحاضر معنا، هو يلي بده يرشدنا ويقود الكنيسة بالعالم كله لتصنع مشيئة
الثالوث نصلي مع بعضنا البعض. أيها الروح القدس، ها نحن ماثلون أمامك، مجتمعون باسمك، أنت مرشدنا الأوحد، تعال إلينا، أمكث معنا، تلطف واسكن في قلوبنا، دلنا صوب أي هدف نتوجه، وأظهر لنا كيف ينبغي أن نسير معا. نحن الضعفاء والخطأ، فلا تسمح بأن نثير الفوضى، امنع الجهل من أن يقودنا في طريق الخطأ، والانحياز من أن يؤثر في أفعالنا، فلنجد فيك وحدتنا غير مبتعدين عن طريق الحق والعدالة في سيرنا معا نحو الحياة الأبدية. هذا ما نسألك، أنت الحاضر في كل مكان وزمان، في شركة الآب والابن إلى أبد الآبدين. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. أيها الرب يسوع إله خلاصنا، يا من صرت إنسانا لأجلنا وخلصتنا بتقديم ذاتك ذبيحة عنا، نجنا من الهلاك واجعلنا هياكل لاسمك القدوس، لأننا شعبك وميراثك، وبك يليق المجد والوقار مع أبيك وروحك القدوس لنا وإلى الأبد. آمين. اذهبوا بسلام يا أخوتي وأحبائي، مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، له المجد إلى الأبد. آمين. أنت الشفيع الأكرم عند ابنك يا مريم، جبريل وفى الناصر ببشارة لك قال افرحي يا طاهرة، ولك الهناء الأعظم، أنت الشفيع الأكرم.